ردت الفنانة والمنتجة الأردنية هيام جباعي على قيام الفنان الأردني منذر ريحنا برفع قضية عليها بتهمة استغلال اسمه ووضعه على أفيش فيلم أربعة كوتشينة رغم ظهوره كضيف شرف بس بجملة غريبة جدا وهي اتقي شر من أحسنت إليه، ومحدش فهم قصد هيام من الجملة دي واللي وجهتها للفنان منذر ريحنا.